السلام عليكم، المهم اهلا بكم في الحصه الاولى ديال المتتاليات اللي عليها 8 نقاط في الجهوي بالنسبه للاداب علوم الانسانيه والتعليم الاصيل والفندقه واستقبال والطبخ. بالنسبه للمتتاليات يعني كيفاش عرفوهم لكم بحال الشكل ديال الدوال نقدمهم بهذا الشكل. عندك مثلا اف دو اكس كتساوي 3 اكس، كتعطي اكس مثلا واحد القيم اكس مثلا 0، كتحسب اف دو اكس كتساوي 3 في 0 اللي هي 0، هكذا عطيتي واحد. هاد اكس كان معرف ار. دابا المتتاليات ناخذ غير هذوك العناصر الصحيحه الطبيعيه، واي عنصر في ذاك ان قربت دونك كنربطوه بواحد الصوره نسميه اي دو ان باش نميزو بلي فونكسيون ما نسميهش اي دو اف، وكنرمزو له بهذا الرمز الاكثريه بهذا اي دو ان اي انديس ان لتحت. دونك هذه هما المتتاليات بحيث هاد اي دو ان كيكون في ار، يعني يقدر ياخذ اي عدد. واخا نتوما عندكم جوج انواع ديال المتتاليات، متتاليات حسابيه ومتتاليات هندسيه. حنا نحاولوا نشوفوا في هذه الحصه غير المتتاليات الحسابيه ونضبطوا مزيان القواعد ديالها. المتتاليات الحسابيه يعني كيفاش كتعرفها؟ اول سؤال كيتطرح هو بين مثلا المتتاليه حسابيه، ياك بالنسبه للمتتاليات كيعطيك واحد الاكسبريسيون ديالها مثلا كيقول لك بين بانها حسابيه، ياك. دونك هنا كيفاش تبين؟ خصك تخدم التعريف. التعريف عندنا هنا كتشد كدير اي دو ان بليس ان ناقص اي دو ان، خصك تلقى واحد العدد ار، هذاك هو اساس المتتاليه. ولا لا قدرتي دير هذه اي دو ان بليس ان كتم غادي كتخدم حتى كتلقى اي دو ان بليس ار. انا جو بريفير هاد الاول احسن، صافي خدمو غير باللول. ناخذ مثال، خدينا مثلا هاد المتتاليه اي دو ان كتساوي جوج ان زائد واحد، وبينو حسابيه شنو اول حاجه كدير؟ كتحسب بعدا اي دو ان بليس ان، ياك خصك تحسبها. دابا هنا عندنا غير ان، بغيتي ان بليس ان كتعوض ديك لانديس ان بليس ان وحتى في ان، ياك. اول حاجه كان خصكم تعرفوا كتعرفوا ديروها بطبيعه الحال هي ديال الصور. اي دو ان مثلا كتساوي 3 ان زائد 1، راك تعرفوا تحسبوا اي 1، اي 1 هي 3 في 1 زائد 1 اللي هي 4، وهكذا اي 2 هي 3 في 2 زائد 1 هي 6، كتعرفوا ديروا هذه العمليه اكيد. دونك حتى بالنسبه لاي دو ان بليس ان هذا كتعوضوا هنايا. دونك شنو غتولي عندك اي دو ان بليس ان كتحسبوها. دابا خصك تعرف المنهجيه كيفاش كنجاوبوا، اما الامثله راه يبقاو يتبدلوا على حسب. دونك هي جوج في ان بليس ان كتنشر جوج في ان، جوج جوج كتبقى هي جوج ان زائد 3. من بعد كدير الناقص، وحذاري الناقص كتغلطوا فيه. هاد الناقص هذا هادي هي ان بليس ان كتعوضها، وهادي هي ان. الناقص خصو يدخل على كلشي، ناقص جوج ان ناقص واحد، كتمشي جوج ان مع ناقص جوج ان، وثلاثة ناقص واحد هي جوج. هذاك جوج هو اساس المتتالية، وكتقول بان المتتالية حسابية، ولا قدرتي تحدد المميزات ديالها اللي هو اساس ار كيساوي جوج الغيزون، والحد الاول اي زيرو هنا وتعوض هو جوج في زيرو زائد واحد هو واحد. واخا احنا دابا هذا سؤال طرقناه، يعني تعرف تبين بان متتالية حسابية. من بعد النوع الثاني ديال الاسئلة هو تلقى يعني التعبير. دابا كيما نشوفو من بعد في التمارين، المتتالية يعني تكون معرفة بإما كنعطيك الصيغة الصريحة فورم إكسبليسيت، ولا نقدر نعطيك إي زيرو و آر ولا إي بي الحد الأول والأساس، ونقول لك جبد إي إن. هادشي هو خلاص في التمارين. دونك خصك تلقى الحد العام، ياك. باش تلقى الحد العام كطبق غير خاصية. دونك عندنا خاصية الأولى، الثانية شنو معنيت هاد الخاصية؟ عندك اي ان هو الحد العام كيساوي اي بي زائد ان ناقص بي في ار، ياك. هذاك ان ناقص بي في ار، ولا حتى الا بغيتو تكتبوها بهذا الشكل ماشي مشكل. ان كتساوي اي بي زائد ار في ان ناقص بي، ياك. نفس الامر لان الضرب تبادلي. واخا في الحاله اللي كان عندنا الحد الاول هو اي زيرو، كتعوض بي بزيرو كتولي ان ناقص زيرو هي ان في ار. دابا خصنا شي مثال، ناخذ هذا المثال هذا، ناخذ اي ان متتالية حسابية حدو الأول هو إي واحد كيساوي خمسة، و آر جوج. حدد السؤال، نقولك مثلا أكتب إي إن بدلالة إن ولا صيغة الحد العام. أول حاجة كيفاش كتجاوب؟ كتقول له أسيدي راه المتتالية حسابية عطيتيها لي، إذا من حقي نخدم هاد الخاصية هادي. كتكتب له الخاصية وكتجي كتعوض، كتشوف الحد الأول هو واحد كتعوض بإي واحد، وصافي كدير هنا إن ناقص واحد وكتمشي. كتنشر هنا جوج في إن، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، وهي جوج إن زائد 3، هذه هي صيغه الحد العام. دابا بقى لنا قبل هذه الكيسيون نبغي واحد الامور باش ما تخلطوهمش، كاين بزاف الكلام كيديروا فيهم اغلاط. هو ميز بين ان بين قوسين كنقصدوا بها متتاليه،
وبلا اقواس هو الحد العام صافي. وميز بين الحد هذا حد الحد متى عطينا خمسة الحد خمسة وبين ان ان غير رتبة صافي ان غير رتبة ملي نطلب منك تحسب عدد الحدود يعني هادو ديال ان بعد مرة كاين اللي كيخلط بينهم ولكن اللي كيجي نشوفهم بعد في المجموع عوض ما يعوض بالحد كيعوض بالرتبة ديروا اتونسيون. هاد القضية درنا عليها بالنسبة في الحسابية باش بين كتساوي ان رد البال مع الناقص صافي. دابا ندوزو لاخر خاصية هي ديال المجموع. تصور عندنا حدود متتالية ديال واحد متتالية حسابية يعني عندنا مثلا اي بي وانت غادي حتى ال ان شنو هنا الخاصية هي هو ان ناقص بي زائد واحد اللي هو عدد الحدود الحد الاخير ناقص الحد الاول زائد واحد على جوج في اي بي زائد ان. كاين اللي بغى يكتبها بهذا الشكل حتى هو مزيان يكتب ان ناقص بي زائد واحد على جوج زائد واحد هاد على جوج يجيبها لنا ما كاينش مشكل نفس الكتابة صافي ولا نكتبوها هكذا دونك هي ان ناقص بي زائد واحد ياك اي بي زائد ان على جوج راه ما كاينش مشكل هادو كاملين كتابات وحده. دابا نشوفوا شي مثال بالنسبه كان عندنا بي زيرو راه كتولي ساهله كتولي ان ناقص زيرو زائد واحد اللي هي ان زائد واحد والحد الاول هو زيرو والحد الاخر هو ان. دابا ناخذ مثال ناخذ واحد المتتاليه حسابيه ماشي دابا ناخذ واحد المتتاليه حسابيه اس دونك بدينا من اي 2 حتى ل اي 19 وعندنا هي ان كتساوي جوج ان زائد واحد. اول حاجه كتطبق الخاصيه ديالك هو الحد الاخير كتشوف الحد الاخير هو شنو الرتبه ديالو الرتبه ديالو هو 19 ناقص الحد الاول كتشوف الرتبه ديالو ناقص جوج زائد واحد على جوج فالحد الاول زائد الحد الاخير كدير هنا كتحسب اي 2 كتعطيك 5 اي 19 39 وكدير هنا هذا الحساب ديالك ممكن دير بآلة حاسبة كتلقى 396. موعدنا الحصة المقبلة اللي نشوف فيها تمارين دونك عندنا أربعة أنواع ديال التمارين الوضعيات الممكنة غنشوفو أربعة ديال الأنواع صافي إلا خدمتيهم بلا ما تزيد تخدم شي تمارين هادو كافيين. غنشوفو الأولى غنعطيك الحد العام معروف الثانية غنعطيك غير يعطيوك إي زيرو آر الثالثة يعطيوك واحد جوج حدود مختلفين واحد مثلا إي أم ان مثلا اي 9 اي 11 والرابعه نشوفوا يعطيك واحد ان بليس 1 كتساوي ان زائد شي حاجه. دونك هادو هما التمارين اللي غنشوفوا ما تمشيوش بعيد تبارك الله عليكم. كاين شي اسئله خليوها في لي كومونتير مشتركوا وابوني وشكرا.